بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 99. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك. هذا أبو عادل يقول في الآية الكريمة: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ويتهجد ويدعو ويقول يا الله يا رحمن، فسمعه المشركون كانوا يتسمعون معون لصلاته، فقالوا انظروا إلى هذا الرجل يدعو إلى رب واحد وهو يقول يا الله يا رحمن. فهذا بزعمهم أنه يدعو إلهين، يا الله يا رحمن. أنزل الله هذه الآية، يقول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أسماؤه سبحانه كثيرة وهي حسنى، لأن كل اسم يدل على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولهذا كانت حسنى. الله جل وعلا أمر رسوله أن يدعو ربه ويستمر بأسمائه وصفاته، وأنكر على المشركين، قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. الله والرحمن والرحيم، وكل أسمائه سبحانه يدعى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ أبو عبد الله، يأتيني شك بأن بعض الصلوات السابقة بها خلل وربما ليست مقبولة، فأعيد الصلوات مرات عديدة، فهل هذه الإعادة صحيحة؟ لا، هذه الإعادة غير صحيحة، وهذا وسواس. فإذا صليت فإن صلاتك تفي إن شاء الله، ولا تعدها إلا إذا تبين أنك صليتها على صفة غير صحيحة، كأن صليت على غير طهارة أو أخللت بركن من أركانها. أما ما دام أنك صليت وانتهيت من الصلاة فلا تلتفت إلى الوساوس، والشك بعد العبادة لا يؤثر عليها. نعم. يقول هذا راعي في البر: أثناء البرد الشديد في هذه الأيام وعند وقت الصلوات في البر أعجز عن الاغتسال بالماء، فهل لي أن أتيمم؟ نعم، إذا خفت على نفسك من شدة البرد وليس عندك ما تسخن به الماء فإنك تتيمم وتصلي، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه في غزوة وأصابهم غزوة ذات السلاسل وأصابهم برد شديد واحتلم رضي الله عنه، ذكر قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيمم وصلى بقومه. فلما قدم ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك ولم يأمره بالإعادة. نعم. أم سلطان تقول في الآية الكريمة: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، وهناك آية وخفية، ما معنى الآيتين؟ الخيفة من الخوف، والخفية من إخفاء الصوت وعدم الجهر به. نعم. يقول بعض الناس فضيلة الشيخ بأن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء. نعم، هو أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعد كلهم من ذريته، فهو أبوهم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم. فضيلة الشيخ، بعض النساء تردد تقول للمرأة الأخرى: حرام عليك ابنك هذا يسوي هكذا أو يعمل هكذا. كلمة حرام ابنك يسوي هذا، هل فيها شيء؟ إذا فعل ابنها شيئا لا يجوز وهي تراه، فلا يجوز لها أن تتركه على فعله، بل تنهاه عن ذلك وتمنعه منه. نعم. من اليمن أبو عبد الله يقول: حكم البسملة داخل دورات المياه، أفتونا بذلك مأجورين. يكره أن يذكر الله في محل قضاء الحاجة، لا يذكر الله
في ذلك، بل إذا خرج. وأما المغاسل التي خارج محل قضاء الحاجة فلا بأس بذلك. نعم. هذا السائل يا شيخ يسأل عن كفارة الإفطار في رمضان بدون عذر، أفطر 3 أيام، وكم مقدار ذلك بالتفصيل؟ عليه التوبة إلى الله عز وجل مما فعل، لأنه لا يجوز له أن يفطر من غير عذر، وعليه قضاء الأيام التي أفطرها، المبادرة في ذلك. نعم. هل يجوز أن يوقف الولد لوالده المتوفى مبلغ 500 ريال كل شهر في صندوق العائلة؟ هذا وقف المنقول، الوقف إنما يكون في الأشياء الثابتة، لكن يتصدق عن ولده أو ابنه في هذا المبلغ، يتصدق بنية أن ثواب ذلك لولده. نعم. يسأل يا شيخ أيضا عن كفارة الحلف بالمصحف أمام الزوجة. لا يجوز استعمال المصحف الحلف، فما يفعله بعض الناس من الحلف على المصحف هذا شيء لا يجوز، لأن المصحف لا يستعمل للحلف عليه، إنما هذا من فعل الجهال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. الأشخاص وهم في الصلاة البعض منهم لا يأتي بالخشوع في صلواته، فهل ينقص أجر المصلي؟ وما يدريهم أنه ما الخشوع هذا بين العبد وبين ربه، وما يدريهم عن أنه لا يأتي بالخشوع، ولكن الخشوع هو روح الصلاة وهو روحها ولبها، على المسلم أن يخشع في صلاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. يقول أريد أن تفسروا الآية الكريمة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. اليمين لا تنعقد إلا إذا نوى عقدها على أمر مستقبل ممكن، وأما الذي يجري على اللسان من غير قصد اليمين فهذا لغو لا يؤاخذ عليه الإنسان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فإذا جرى على لسانه لفظ اليمين ولم يقصد عقده فلا شيء عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول أنا ربت بيت ولا أعمل، ومعظم وقتي لأولادي في خدمتهم وفي خدمة زوجي، وأكون في المطبخ وأستمع إلى القرآن الكريم، فهل لي أجر في ذلك؟ نعم، لك الأجر ولله الحمد على ما قمت به من العمل في بيتك وخدمة زوجك وأولادك، ولك الأجر أيضا على استماع القرآن من المسجل. نعم. يا شيخ يسأل السائل أبو إبراهيم عن زكاة الراتب الشهري في العمل إذا لم أوفر منه شيء وأنفق ذلك على الوجه الشرعي. هذا شيء طيب، إذا لم توفر منه شيء واستهلكته في الإنفاق الشرعي فأنت مأجور ومثاب إن شاء الله. نعم. إذا شك الإنسان الشيخ في صلاته فكيف يكون السجود، وهل يسمى حينئذ سجود شك؟ السجود في الصلاة إما لزيادة وإما لنقص سهوا وإما لشك في الجملة. نعم. أحسن الله إليكم. العشر الأخيرة من رمضان وعشر ذي الحجة، أيهما العمل الصالح فيهما أكثر؟ العشر الأخيرة من رمضان أفضل من عشر ذي الحجة، وبعضهم يفصل ويقول ليالي العشر من رمضان أفضل من أيام ذي الحجة، وأيام ذي الحجة أفضل من أيام العشر في رمضان. نعم. يا شيخ صالح السائلة تقول عند قيامي بفرض الوضوء بالنسبة للمرأة، هل واجب عليها المسح لجميع الرأس أم يكفي الناصية؟ لا، المرأة مثل الرجل تمسح جميع الرأس، لأن تضع يديها مبلولتين بالماء على مقدم رأسها ثم تمرهما إلى قفاها ثم تردها إلى المكان الذي بدأت منه. وأما الضفائر والشعر المسترسل هذا لا تمسحه، إنما تمسح الرأس فقط. نعم. يسأل هذا السائل يا شيخ عن كيفية الإحرام من مكة، وماذا يقول المحرم عند النية، وهل يعمل كما يعمل عند الإحرام من الميقات؟ الإحرام من مكة لا يجوز إلا الإحرام بالحج، يحرم من مكة حتى أهل مكة من مكة. وأما الإحرام للعمرة فلا بد أن يكون من الحل، من خارج حدود الحرم، من التنعيم أو من الجعرانة أو من الحديبية. نعم. فضيلة الشيخ، إذا أخطأ الإنسان وهو يقرأ في المسجد قبل بداية الصلاة، هل عليه سجود سهو؟ لا، ليس عليه سجود سهو، لكن يعدل القراءة ويصححها. نعم. المرأة يا شيخ حفظكم الله، هل يجوز لها أن تمسح الرأس من فوق الملابس التي على رأسها؟ لا، لا بد أن تمسح على الرأس مباشرة، على شعر الرأس مباشرة، إلا الخمار المثبت للمرأة فإنها تمسح عليه، لا تنقضه
ثوبه مثل العمامة ذات الذؤابة للرجل يمسح عليها. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل عن بيع التورق، وما صفته وما حكم هذا البيع؟ بيع التورق أن يحتاج إلى نقود وليس معه شيء، يشتري سلعة من الدائن ويبيعها على غيره وينتفع بثمنها، يشتريها بثمن مؤجل من الدائن ثم يبيعها ليقضي بها حاجته وينتفع بثمنها، لكن يبيعها على غير الدائن، غير الذي اشتراها منه واستدانها منه. نعم. هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول: عند أداء العمرة هل يجب قول لبيك اللهم عمرة أم تكفي النية بالقلب؟ نعم، لابد من النية بالقلب، ولا ينعقد الإحرام إلا إذا نواه بقلبه، وأما أن يتلفظ فيقول لبيك اللهم عمرة فهذا مستحب وليس واجب، فلو لم يقوله فعمرته صحيحة. نعم. هذا مقيم ويعمل في جدة يقول: أنا عازم على الحج هذه السنة إن شاء الله ولم أؤدي فريضة الحج، فأي المناسك آخذ بها، ومن أين أحرم وأنا أعمل في جدة سوداني لي 5 سنوات؟ الإحرام تحرم من جدة لأنك نويت منها، وأما المناسك فالأفضل أن تحرم متمتعا، تحرم بعمرة، إذا وصلت إلى مكة تؤدي مناسكها وتتحلل منها ثم تحرم يوم 8 بالحج يوم التروية، ويكون عليك فدية التمتع. نعم. فضيلة الشيخ، هذه الأخت السائلة تقول: توفي والدنا وكان عنده أموال وحلال من الإبل والأغنام، والقائم علينا أخي الأكبر، فلم يوزع التركة إلا بعد 7 سنوات. نعم، هذا قضية يرجع فيها إلى القاضي، إذا كان فيها خطأ ولا فيها جور على أحد منكم فراجعوا القاضي، قاضي المحكمة. نعم. ما المقصود بقول شفاء لا يغادر سقما كما ورد في الدعاء؟ لو ورد في رقية النبي صلى الله عليه وسلم: شفاء عاجلا لا يغادر، يعني لا يترك ألما، يرفع الألم نهائيا. نعم. له سؤال أخير يا شيخ صالح، السائل يقول: ما حكم الشخص الذي يجعل ما عنده من المال وما يملك لوجه الله ولا يترك شيئا لأولاده؟ لا يجوز له ذلك، أن يوقف المال ويحرم أولاده منه، أولاده أحق به بالإنفاق عليه إذا كانوا صغارا، فإنه لا يوقف المال ويحرمهم، ما إذا كانوا كبارا وأغنياء أو يتصرف في ماله. نعم. يقول السائل أبو عدنان: هل نعتمد على الأشرطة وسماع المحاضرات في طلب العلم، وبماذا توصونني مأجورين؟ نوصيك أن تطلب العلم على العلماء ولا تطلبه على الأشرطة والكتب، فإن هذا يوقعك في الخطأ، قد تكون هذه الأشرطة غير صحيحة وما سجل فيها غير صحيح، أو أنت تفهمها فهما خاطئا، لا تعتمد على ذلك، إنما تستفيد منها فقط ولا تعتمد عليها في طلب العلم. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. هذا يقول: عندي مجموعة من قطع الأراضي أكثر من 5 سنوات، وأنا أبيع وأشتري في هذه الأراضي، هل عليها زكاة؟ بلا شك عليها زكاة كل سنة، ما بعته منها تزكي قيمته، وما لم تبعه وأنت تنويه للبيع فإنك تثمنه تقومه ثم تخرج زكاته كل سنة. نعم. يقول محمد الشيخ: كيف يزيد الإيمان، وهل يزيد وينقص، وما مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك؟ كما ذكرت، مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، الله جل وعلا يزيد المؤمن بأعماله، يزيد إيمانه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، دل على أن الإيمان يضعف حتى يكون بمقدار وزن حبة الخردل. نعم. أبو سلطان الشيخ صالح يقول: بيتي ملاصق للمسجد وأنا مريض منذ فترة طويلة، وأسمع المايكروفون
الميكروفون لأنني في غرفتي الملاصقة للمسجد وأصلي مع الإمام بعض الصلوات الجهرية. لا يجوز لك ذلك إلا إذا كنت ترى الإمام أو ترى من خلفه واتصلت الصفوف، لكن صلي وحدك. نعم. هل للموت في أحد الأيام مثلا الخميس أو الاثنين أو الجمعة هل تكون من علامات حسن الخاتمة؟ الله أعلم، ولكن يرجى لمن مات في الأيام الفاضلة يرجى له الخير. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول بالنسبة للإمام في المسجد هل يلزم أن يسكت بعد الفاتحة بما يكفي لقراءة المأمومين للفاتحة؟ نعم، يسكت بمقدار ما يرجع إليه نفسه، وأما المأموم فإنه يقرأ في سكتات إمامه، وإذا لم يتمكن من القراءة أو ركع الإمام قبل أن يكملها فإن قراءة الإمام تكفي. نعم. شكر الله لكم يا شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله مع فتاوى أخرى ودروس أخرى في برنامج نور على الدرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.